fayenka xisbiga ona lif mudane cadaan iyo hirmoog ee oo maanta warfidiyeenka kula hadlay hotelka istanbul ee magaalada jigjiga ayaa arabka ku dhuftey arimo dhowr ah hanaanka qaadashada kaarka codbixinta ee doorashooyinka dhawaan la filayay inay guud ahaan ba dalka ka dhacaan fayenka ayaa sidoo kale sheegay inay jiraan istaba marino ku aadan dhanka diwaan gelinta kaararka codbixiyeyaasha waa sida uu hadalka u dhigay waxaan hadaladiisii kamid ahaa بسم الله الرحمن الرحيم آد بدل ما سنتين صحافة سودة وادن لهاي صحافة الصومالية الجيجية مد حكتة ما أنتوا حد لو إن ورر آد حساس وهو كصعب صندور شوي إنك سيادة صعتان جد صعد كدور شوي إنك سيادة هو فن أما صعدة إن بدل ما أن أنا قلت لك دي بني آموسن تلا قرن تلا جارة قد جهر كلل أما هير استيت يعني راهدو استيت كسومالي يعني ديجان كسومالي ده هي كان فدرال كابا إيه قوة دجموي كخلاطات كده عيان إن بدن بانو يعني حسوس سنني إنه تيرو كحد جود بحركة دور شوين كه مركا واحد مدة دور شذاني إني وقت هاي دور شذي ملسون أو تايم كله كسو هاجكت أما وقت يلا كسو هاجكتي واحد تيرا حمنها دور شوين كه وضع الدقمويينكا واكو هاوشو كل عيسو قار بضم با حمنا حزبيا او حمنا مقعابنا او كابينت الدقماء قار بضم وحيين حمناها اساسيقا الدقماء حمناها اساسيقا حزبيقا بي بي الدقماء او حمن قاران بحية شراكة كاقايب قلا واوامر لسيا هدانا دوروشو هاقيا وحاران وي وحا كتيرا حمنو قراب الله أولال أما إيه الله وحيركم ممنوع أيو مرشحين كلا يا مرشحين بي بي وحيركم ممنوع بكده يا وحيكو تشير حمنو قراب الله مسؤولين حكومة دا ممنوع بكده يا حيركم دور شده هاي قف كاس انت أصور ربوضة تطبعتني اللي بدك مو أصور مالي دور شده كده عيس وحكا بدن كونتن دك مو يا مرق بدن كتير شقالها كشقين يا iy xiriir ka dhaxeeya madaxda dawlad deegaanka iyo madaxda xisbiga BB iyo xubnahaasi xilalka ay ka hayaan dawladda iyo xilalka iyo xubnimaha ay ka yihiin xisbiga BB ama xisbiga kale yaani aad bay aan ugu celcelinay sidaas oo ay jirto ayaad ogeydeen diiwaan gelintii wixii ka dhacay 42 degmo yaa la diidan iska diiwaan gelin waxay ahaayeen 47 degmo 13 baa dib laga ogolaaday 37 ahaayeen wax 13 baa dib laga ogolaaday marka 42 degmo yaan diiwaan gelin ka sameen weyn oo xafiisyadeeda baa la furin isla mar ahaanta la diiwaan geliyay xisbiga BB xafiis aan la furin xubno aan imanin computer aan meeshii geen hadana waa diiwaan gashayeen isaas marka doorashada magaceeda ma naqaano noocay tahay diiwaan gelinta noocay tahay lama garan karay waa anaga dacwada ka gudbinay guddiga doorashada doodaas ana socoto in degmooyinkii lagu noqdo dadka magacyada la khalday la saxo dadka maanwaalka lagu qoray la saxo dadka qaraabada iyo xubnaha tooska xukuumadda ka laga saaro sidaas u ahaa muxuu ahaay guddiga doorashada waxaan ku wada hadlay maanan ogeyn marka doorasho markii ay guddiga diiwaan gelin markay tageen diiwaan gelinta murashixiinta nalama ogeysiin waxay ahayd inaan la socono وفتي على الله سعده وأر والبو كيلو تجوعات هذا مركز صناديق ذا لقيبين هاي وحد عادي أسبوع يد قدام بيسين صناديق ذا لقيبين هاي حمناها دور الشدة محوها هاي أنا دمك علي حمناها دور الشدة سماينا يا إيه دمويك حسبيها سما هذا اللي ما بيسين أونلاين بانكو قادنا ليد قار لقاته ورماهن قار لقاته ورماهن مركز الديوان قلنا يانا أفر تبري أي كده ما نسيب بانكو وجاني تايت وقتي كسوم والويري حزبية ذا معارض كوقتي والويري إسلام رهان تا مركي أوجادين جود كدور شيء كخدلات جود كدور شيء كل ديجان كي فدرال كو خلط كسمينه مركي أوجادين واليجا يجو تاجم بلقى أمر قادم وين لديوان قلي حزبية هذا سيم تام حمنها سأولي شيء شقيني حمنها سأولي دموي كسي شقيني ودور شيء كشقيني هذا ديوان قلين تدك ديوان قلين تلوطة عبرية هاي حمنا حزبي حمنا شقالة ضد له هندد ولا له مشاركة نكاد جويننا هذا حزبي هو جان سنان ويدو ضد شقالة أبيوس لوجه هيو ما أرتي العقد هذا نحوق لقى قصد
هذا نوش قوي وإذا مشاركة كاتشرينا مركا ديوانجلية هي بورد كشقية دورش كشقية عن حورهين ما هي دورش حور هاي كريان يجن حورين وحين آخرين صندوق يضا هي بواكت ديوانجلية حلق الجيني إني حزبية دولة سعودان به دقم أول بس قال قف أو شرع أو كار هاي ستة وجود دورش ورقات سيان هي كار أو عرين ولا بدي بقول كرا يسوون دقم ذا كه والجلين إن دوكيمنت هذا لقابي ما هن دمان todobaatan iyo labada degmada doorasho ka dhacaysaba dukumeentiyadi waa la geeyay waxaana kama ogin sanduuqyo furan baa la geeyay qaar kood waxa la geeyay shabeelle degmada qalaafa waxa la geeyay cadaadle waxa la geeyay goday waxa la geeyay degmada shilaabo leeyahay ee gobolka qorxay sanduuqyo furan oo ka oo la jaray bacii muxuu ahaay xariga ku xidhan oo ugaan yahay oo dhex ka furan maana saxiixin in sanduuqada meesha ay yimaadeen sanduuq walba iyo buu kasta oo la diiwaan gelinayo iyo kaar bixin kasta waxa ay ahayd xisbiyada mucaaradka oo la fugu horeysa inay ogolaato oo goobjooga ka joogo hadda maanta waa la bixinayaa boqolkiiba konton deegaanadeena degmada waa laga bixinayaa matalan jigjigaan tusaale kugu soo qaadi afar xaafadood baa maanta waa laga bixinayaa inta kale lagama bixinayo afarta maxaa lagu xushay kaararkood inay hor u bixeen baa xana aba taala waxa weeyaan xaafada shanaad iyo xaafada lixaad iyo toddobaad شان يتمناد إيه سيدة يتمناد يا لقى خيبنا يا مركا وحاس عضة في وايدة قصة لا ودع حبور مركا الروح وقاطة كاركا بولس ببنا نكون تاجن يا مامل كي تجمع ولا قا قاضية ذات كا خيبنا يا كاركا قلافة يا جذي يا عدد لي ومامل ياش الدولة دوي قدوميها تجمع ذا قدوميها قبلها كار قيبيها بقى مركا دورشان نوع عاصة حتى تي ملس بك عيب بدنته ملس هنان كن تو قرحيه وارتو دم بس كوش من شري هذا يعني دبا الحمد هري قي كبر الله ينبا يجون ويسق قبين بيرباين تو كذا مركا ما شري سو دورشو عين حزبية دو أقلانين أو عن شروع ذا يكارف كندكتي على دبقين أو حير كدورشو يك على دبقين أو دستور ك قيب تكاه ليس دورشة على دبقين أو لقى قيب قليه هذا أنا حزبية معارض كا أو أورك أو لف عن ناينا أد بانو غفير سينا جو عامو كوسابسن سيدك دكانو قاردونا صحافة يدك كصوماليات يا عالم كان ولا وذاك دونا يا بعد ما سنتين فدرالكو خلاص كسمين يمر كيو قادين واليجا يجو تاجم بلقى أمر قادم وين لديوان قلي حزبية at the same time xubnahaas awli si shaqeynaya xubnahaas awli degmooy ka si shaqeynaya doorasho ka shaqeynaya hadda diwaan gelinta dadka diwaan gelinta loo taabarayahay xubna xisbi xubna shaqale dad leh dad loo leeyahay mushaarkaan uu ka goynina hadda xisbi uu ogaansanaan weydo dad shaqalo abuse lagu hayo maartay lacagtoodan xoog laga goosto hadda aad noo shaqeyn weydan mushaarkaan ka jareyna marka diwaan geliye iyo board ka shaqeeya doorasho ka shaqeeya aan xor ahayn maxay doorasho xor ahayn karaan iyagaan xor ahayn waxayna haray sanduuqyada iyo buugaagta diiwaan gelinta xilliga la geeyay in xisbiyadu la socdaan baa degmo walba 9 qof oo sharci ah oo kaar haysta oo gudiga doorashada warqad siiyeen iyo kaad oo arin walba deba gali kara isagoon degmo